منخفضا خماسيني يضرب البلاد خلال الساعات القادمة، وارتفاع في درجات الحرارة، والأرصاد تحذر المواطنين من الخروج في الساحات المكشوفة. فما تفاصيل هذا المنخفض وكيف سيؤثر على البلاد؟ التفاصيل كاملة نعرضها لحضراتكم من خلال هذه التغطية. تشهد مصر غدا تقلبات في حالة الطقس، حيث أعلن خبراء الأرصاد الجوية أن جميع المحافظات على موعد مع موجة حارة وأجواء غير لطيفة نسبيا بسبب التأثر بأول منخفض خماسيني في فصل الربيع. وأيضا كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن ارتفاع درجات الحرارة غدا الأربعاء بقيمة تصل إلى 5 درجات مئوية، لتسجل العظمى على القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية ومحافظات الوجه البحري، وتقترب من 40 درجة على مناطق الصعيد في أجواء حارة شديدة نسبيا وجافة نهارا وأيضا معتدلة ليلا. رصدت خرائط الطقس نشاط الرياح الجنوبية والجنوبية الغربية بشكل متوسط قادمة من الصحراء الغربية المصرية على مختلف أنحاء الجمهورية، وبشكل أخص ناحية مناطق القاهرة الكبرى والدلتا وشمال الصعيد ومطروح وصحاريها والوادي الجديد. وقد ينتشر الغبار في السماء على بعض المناطق بسبب مصادر كتل الرياح وليس من نشاط الرياح. ومن المتوقع انخفاض درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة، وتدريجيا لتعود إلى أوائل الثلاثينات مرة أخرى في أجوائها الربيعية الحارة المعتدلة. بشأن توقعات الطقس اليوم الثلاثاء، تسود أجواء حارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، ويظل الطقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. حذرت الأرصاد من 3 ظواهر جوية تضرب البلاد، تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة، لتكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى اليوم 31 درجة مئوية، وأشارت إلى نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة. وأوضحت الأرصاد أن هناك وجود شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد من الساعة 4 إلى الساعة 8 صباحا تقريبا. بيّنت الأرصاد حالة البحر المتوسط، حيث ستكون حالته معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2 متر، واتجاه الرياح من شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية. أما عن حالة البحر الأحمر، حيث ستكون حالته معتدلة وارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2 متر، واتجاه الرياح من شمالية شرقية إلى شمالية غربية. نصحت الأرصاد المواطنين بارتداء الملابس القطنية وتناول الكثير من السوائل، وأيضا وضع غطاء للرأس عند الخروج إلى الشارع نهارا، لافتة إلى أن حالة الطقس ليلا سيكون مائلا للبرودة وفي الصباح الباكر، لافتة إلى أنه يجب الابتعاد عن الملابس الصيفية منعا للإصابة بنزلات البرد. ناشدت المواطنين خلال هذه الفترة من العام بارتداء الكمامات وإحكام غلق النوافذ جيدا، وعدم الوقوف في الساحات المكشوفة وأوقات طويلة منعا لاستنشاق الأتربة. أما من جانبها، قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة تستمر في الارتفاع حتى نهاية الأسبوع الجاري، وحذرت مرضى الجيوب الأنفية والحساسية من الخروج دون كمامة غدا الأربعاء تفاديا للإصابة بمضاعفات بسبب الرياح النشطة. أوضحت أن المرتفع الجوي يشعرنا بارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير مع الشعور بالبرودة
في معظم المحافظات فترات الليل والصباح الباكر، مطالبة بعدم تخفيف الملابس والحرص على ارتداء جاكيت خاصة في فترات الليل. وقالت إنه مع فترات المساء وساعات الليل تنشط الرياح وتنخفض درجات الحرارة، لافتة إلى أن الشبورة المائية تستمر خلال الأيام المقبلة وتؤثر على الرؤية أثناء القيادة على الطرق السريعة وتنتهي بسطوع الشمس. نختتم مع حضراتكم ببيان لدرجات الحرارة المتوقعة، حيث تسجل القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 19، الإسكندرية العظمى 30 درجة والصغرى 18، أما عن مطروح العظمى 28 درجة والصغرى 17، سوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 17، أما عن قنا العظمى 35 درجة والصغرى 19، أسوان العظمى تسجل 35 درجة والصغرى 20. إلى هنا مشاهدينا الكرام تنتهي تغطيتنا، لمزيد من المتابعات والتغطيات تابعونا على موقع صدى البلد. نشكر حضراتكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.